ورجعنا لكم مع مسك الختام. الأشياء الشهية واللذيذة اللي قدمونا هي شفاتنا دائما ما يقصروا. صحيح. اكتشفنا إيش هو طبق اليوم، طبق شهي ولذيذ مع الشيف محمد بهجت. تابعونا أعزائي المشاهدين. أكيد نرحب فيك يا شيف محمد بهجت، أهلا وسهلا. برحب بكم أول شيء، برحب بالسادة المشاهدين اللي بيتابعونا على قناة السعودية الأولى. اليوم طبعا بنسوي لكم المافن بالشوكولاتة أو كيكة الشوكولاتة. دي من الأشياء اللذيذة جدا اللي احنا ممكن نسويها في البيت، مش محتاجين احنا نشتريها. كمان أطفالنا كتير في وقت المدارس ممكن ياخدوها معهم، بتكون جدا لذيذة، وصفتها سهلة ومتوفرة في البيت، يعني ما نشيل أي هم. أول شيء المكونات طبعا المخبوزات والحلويات، بس حبيت أنوه إنها بتحتاج تكون بالمقادير أو بالمعيارات، أو لو عندك ميزان اللي هو الموازين الصغيرة في البيت يفضل إن تستخدميها عشان تطلع معك الوصفة في النهاية ناجحة. أول حاجة كوبايتين كبار من الطحين أو ما يعادل نص كيلو من الطحين المخلوط المنخول عشان نسمح بالهواء يدخل جواه، ثلاث حبات من البيض، نص كوباية من المية، نص كوباية من الحليب، وربع كوباية أو أكثر من ربع شوية، تلتين كوباية من الزيت، رشة فانيليا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. طبعا الزينه اللي هنزين بيها هي حبيبات الشوكولاته اللي بيسموها الشوكليت شيبس، طبعا دي برضو ممكن نشتريها بالاكياس موجوده في الاسواق. خلينا نبدا على طول نسوي الوصفه. اول حاجه بنبدا بان احنا نحط البيض، بنحتاج تقريبا لمده دقيقه بنخلطه لغايه لما البيض يصير متجانس مع بعض، وبعد كده بنضيف الزيت. ممكن الوصفة دي كمان لو ما عندناش هذه الماكينة ممكن تتسوى بالمضرب الكهربائي بس، أو ممكن بالخلاط اللي هو تبع العصير، بس بدون ما نضيف الطحين لأنه ساعتها الخلاط مش هيقدر يتحمل. زي ما انتم شايفين البيض بدأ يصير متختلط، بنضيف الزيت اللي هي زي ما حكينا نص كوباية من الزيت. أول حاجة بدينا بثلاث حبات من البيض، وبعد كده بنضيف الطحين نخليه جاهز، بنحط رشة الفانيليا ورشة الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر بيساعدنا ان هو يخلي الكاسات المافن تبقى نفخة وكبيرة زي هذا اللي بيفسر ان هي بتطلع من الفرن بتكون منتفخة. بنضيف المعلقة، بنضيف شوية كمان. اخر شيء عندنا بس الطحين وكمان السكر البودرة. بنضيف ثلاث معالق من السكر البودرة، واحد اثنين ثلاث. لما الخليط البيض والزيت والفانيليا وسكر البودرة والخميرة كل الثلاث بيختلطوا بنبتدي نضيف الطحين. أول حاجة بنوقف الماكينة أحسن. دائما هذه موضوع خلط السوائل لحال والنواشف لحال في الحلا اساسيه، يفضل ان هي عشان نحصل على نتيجه جيده ان احنا نخلط في البدايه. نعم. وبعد كده بنبتدي نضيف الدقيق اللي احنا قلنا عليه ان هو دقيق منخول من الاول عشان نتفادى يكون في اي شيء مخلوط بالطحين. كم كميته قلت؟ كوبايتين كبار. احنا قلنا ثلاث حبات من البيض ورشه ملح، رشه فانيليا، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وثلاث معالق صغيرين من السكر البودره والدقيق طحين. بس وبعد كل ده بينخلط بتصير عندي عجينه. طبعا في البدايه ببدا على السرعه المتوسطه، لما العجينه تصير متماسكه ببتدي اضيف السرعه الزياده. بعد كده بنحط الحليب، نبتدي نسرع السرعة ونضيف الحليب. وبعد كده بنضيف حبيبات الشوكولاتة. طبعا المافن ممكن نعمله بالخضار، ممكن نعمله بالمربى، ممكن نعمله بالشوكولاتة، فحسب النكهة اللي انت بتفضليها ممكن تضيفيها على الخلطة، نفس الخلطة بس الحشوات او النكهات حسب ما انت بتفضلي. بنحط تقريبا ما يعادل ثلاث معالق او اربع معالق كبار، وبعد كده انا بفضل بحط من فوق الكبس او من فوق الكاسات. هنا ايش شايف؟ دارك شوكليت هذه ولا ايه؟ هذه بالشوكولاته الغامقه ولا اي شوكولاته عاديه؟ فانيليا عاديه بس. عاديه شوكولاته عاديه. نعم.
طبعا بنخليها في الماكينه لمده من دقيقتين الى ثلاث دقائق. في هذه الوقت بنبتدي نجهز الكاسات اللي احنا هنحط فيها اللي هتدخل عليها الفرن. طبعا بنشتري هذه الكاسات موجوده في الاسواق، وبنشتري هدول موجودين في محلات المخبوزات اللي هي بتكون مخصصه لتصنيع المخبوزات. طبعا اساسا في صواني للمفن، في صواني عامله زي الاكواب كده بس يصير نحط الورق، صح؟ صحيح، اللي هي الصواني اللي بتكون متقسمه الى 9 خانات او 6 خانات. والحين ما شاء الله في الاسواق كل شيء متوفر، يعني موجود الصواني، الكيكات والمافن، كلها هذه الشغلات. لو رحنا المحلات اللي هي مخصصه للمخبوزات والحلويات بنلاقي كل شيء موجود. صحيح. صارت الخلطه عندنا جاهزه، نبتدي نوقف الماكينه. الحين كل ما قربنا على الاجواء الجميله واجواء الشتاء، واحنا يعني من غير شيء احنا السيدات نرغب الحلويات، كيف لما يجيك الشتاء اكثر واكثر الحنا طول الوقت يزيد الوزن، وكل ما صارت اشياء يعني كذا صغيره وسهله التناول كل ما كثرت اكلنا اكثر، كل ما اكلنا اكثر. ننتبه ان الحلويات فيها سكريات كثير، فلازم ننتبه عليها شوي. اكيد. نبتدي نسحب الماكينه تبعتنا، بنحطها، يفضل انها تحط في زي البلاستيكه هذه عشان نبتدي نقسمها بكميه متساويه. جميل. على القوالب. طبعا شايفين انتم القوام العجين بهذا الشكل، يعني ما نقدر نقول انه خفيف بس برضه ما هو سميك، لا متوسطي. ممكن بالمعلقه، بمعلقه عاديه بنبتدي نضيف. انا بس حوريك واحده وانا مجهز مافن مخبوس من قبل التصوير. مستوى التعبئه حيكون قديش من الكاس؟ 3/4 الكاس. 3/4. انا بودي واحده بس فهي. طيب مده الطهي والحراره؟ مده الطهي طبعا ضروره ان احنا نشغل الفرن على حراره متوسطه. لو عندنا افران فيها اللي هي بتعير الحراره بنحط على 180 بدون، لو عندنا افران عاديه بدون الشوايه بتشتغل لمده 25 الى 30 دقيقه بهذا المستوى. طبعا طيب خلينا نشوف الطبق الجاهز. بعد الخبز شايفين بتطلع منتفخه، طبعا الخبز بخبزها قبل التصوير بهذا الشكل. شايف البيكنج باودر مساعدني ان هو بيخلي شكلها يشهي، وفعلا يعني كانها قطعه منتفخة. من كانك جايبتها من محل حلويات. بعد كده بنزينها طبعا لو حابين نزينها بالسكر البودره. يعطيك الف عافيه شيف بهجت، ما قصرت. الوقت تقريبا داهمنا اعزائي المشاهدين، حاولنا انه نقدم لكم اليوم كل ما هو مفيد في موضوع اللي تكلمنا فيه عن الايذاء ضد الطفل وعن الاطفال المعنفين، تكلمنا بنواحي متعدده، ان شاء الله نكون غطيناه من كل الجوانب. نتمنى انكم تتابعونا دائما في فقرات حياتنا، نلقاكم غدا باذن الله في حلقة جديدة، وإلى اللقاء. ما تنسوا اللي راحت عليه الحلقة ممكن يرجع يتابعها على اليوتيوب، دائما حلقاتنا موجودة في اليوتيوب أكيد. ودمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.